أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرتها الخامسة من تلفزيون الجزائر الجزائرية الثالثة، وإليكم العناوين. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4 حالات وعدد الإصابات المؤكدة إلى 48، والوزير الأول يدعو إلى مزيد من الحيطة والوقاية ويعلن رصد 4000 ملايير سنتيم للنفقات المستعجلة لمواجهة الوباء. الوزير الأول يكشف أنه في حالة تفشي فيروس كورونا وانتقاله إلى المرحلة الثانية والثالثة من الخطورة سيتم إقامة حواجز على مثلث العاصمة البليدة وبوفاريك. ووسط إجراءات احترازية تقيها من العدوى، الأطقم الطبية مجندة للتكفل بالمصابين بالفيروس. اللواء سعيد شنقريحة يترأس الاجتماع السنوي لإطارات منظومة التكوين بالجيش الوطني الشعبي بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بربيبة، ويؤكد ضرورة مواصلة التقييم والتقويم للبرامج التكوينية المسطرة. أهلا بكم من جديد. نستهل النشرة بمستجدات الوضع الصحي بالجزائر، حيث ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا اليوم إلى 4 وفيات بعد تسجيل حالة وفاة جديدة لامرأة تبلغ من العمر 84 سنة بولاية البليدة. كما ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس إلى 48 بعد تسجيل 11 حالة، منها 9 حالات بالبليدة وحالتان بقالمة. الوزير الأول عبد العزيز جراد ولد نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أكد أن الوسيلة الوحيدة لتفادي تفشي فيروس كورونا هو الالتزام بتدابير الوقاية، مشيرا إلى أن التعليق الكلي للرحلات من وإلى أوروبا سيتخذ بعد دراسة دقيقة وموضوعية، وأن مسؤولية الحكومة هي إجلاء المواطنين العالقين في الخارج. الوزير الأول تطرق في حصة ضيف التحرير إلى العديد من القضايا الوطنية والتفاصيل مع توفيق الجالي. الوقاية ثم الوقاية من وباء كورونا هي كلمات بدأ بها الوزير الأول عبد العزيز جراد تدخله على أثير الإذاعة الوطنية قائلا إن الوباء يتطلب إجراءات وقائية كبيرة. الوزير الأول وأمام هذا الوضع يطمئن الكل بالإجراءات المتخذة على كل المستويات، لا سيما ما تعلق بتوقيف الرحلات البحرية نهائيا، فيما يتم التريث في غلق الأجواء حتى إجلاء المواطنين العالقين بمطارات بعض الدول. عبد العزيز جراد أوضح أن غلق المساجد يتوقف على فتوى علماء الدين. الوزير الأول وأمام الانخفاض المفاجئ لأسعار البترول أكد أن الدولة ستدرس الوضع خلال اجتماع وزاري اليوم تطرح فيه كل المسائل العالقة لإيجاد الحلول الممكنة، داعيا إلى حوار شفاف وثقة متبادلة مع الطبقة السياسية من أجل الخروج بالبلاد من هذه الوضعية. الوزير الأول نفى غلق المؤسسات العمومية العاجزة مؤكدا على إعادة تأهيلها من جديد. عبد العزيز جراد أكد أنه تم فتح ورشة سياسية استثنائية وهي الدستور الجديد الذي سيتم مناقشته من قبل الطبقة السياسية، معرجا في سياق حديثه عن قطاع العدالة، إذ قال جراد أنه من ركائز برنامج رئيس الجمهورية وهو أساس الديمقراطية وينبغي أن يسترجع استقلاليته. الوزير الأول أكد أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتابع بشكل دقيق تطورات الوضع، وأن الحكومة رصدت لمواجهة هذا الوباء 4000 مليار سنتيم للنفقات المستعجلة، معلنا أنه وفي حال انتقال الوباء إلى المرحلة الثانية والثالثة من الخطورة فإنه سيتم وضع حواجز على مثلث الجزائر العاصمة البليدة وبوفاريك. أطلب من الجزائريين توخي الحذر من اختراق الحراك، وأنا على يقين أن الشعب الجزائري واع
ويعرف من هو معه ومن هو ضده، والمسؤولية مسؤولية الجميع وليست فردية، لأن فيروس كورونا عدونا جميعا، لكن الجزائر هي من توحدنا. الوزير الأول عبد العزيز جراد دعا الجزائريين الذين يخرجون كل الجمعة إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية وتوخي الحذر إزاء المناورات التي تهدف إلى جر البلاد نحو الفوضى. لقد خصصنا في المرحلة الأولى ما قيمته 4000 مليار سنتيم من أجل التصدي للوباء، وخصصنا كذلك يدا عاملة صحية التي تعمل على مدار الساعة للتكفل بكل الحالات. رئيس الجمهورية يتابع عن كثب تطورات فيروس كورونا بالجزائر، وسيتم وضع حواجز على مثلث العاصمة بوفاريك البوليدة وتوعية باقي مناطق الوطن بالإجراءات الوقائية، وذلك في حالة تفشي الفيروس وانتقاله إلى مرحلة الخطورة بالدرجة 2 أو 3. وعندما يتعلق الأمر بالحياة والحفاظ على النفس، فإن المسؤولية ثقيلة وأثقل ما تكون على الأطقم الطبية الساهرة على الحالات المشتبه فيها أو الحاملة للفيروس، وهم المعرضون الأوائل للعدوى، وأحوج ما يكونون إليه في هذه الظروف التجهيزات اللازمة التي تقيهم من الفيروس، والأهم من كل هذا الوعي والالتزام بتدابير الوقاية. المزيد من التفاصيل مع فؤاد حماني. عمل الطواقم الطبية في وضع مستجد كفيروس كورونا ليس بالأمر السهل، لكن الخبرة والتجربة في ظروف كهذه هي الفاصل. احنا ديجا خدمنا ديجا في الـ في الـ في, الـ في الكوليرا، سيتي برسك لا ميم شوز، لي لونيت ماسك لا تونيو لي كاميزول ولي غون ولي بوت ونجوزو ليهم، ميم لي باراميديكال وكور ميديكال او ميم طون نجوزو، ميم لا سيكولوج نجوز معنا. لاستقراء الوضعية اقتربنا من المراقبين الطبيين بكل من مستشفى بوفاريك والقطار لنلامس أكثر عمل هذه الطواقم. نشوفهم ديجا في الاستعجالات يجوا ديجا افيك دي ماسك، يعني الماسك il protège les autres، يعني يحمي الآخرين، وعندهم ان اندوا سبيسيال بوغ، يعني باش ما يتخلطوش مع الاخرين اللي يجوا بور لي زوتر كونسلتاسيون. اي انسان قادر غدوة يتعدى، اي انسان، ولكن كي نديروا الجهود نتاعنا كامل انه في هذا الجور والمواطن كامل هذاك نتغلبوا على هذا المرض. اجراءات التكفل التي بدات من اول يوم هي مستمره، ترافقها عمليات التحقق والتحقيق من المصالح الامنيه والصحيه لتطويق انتشار الحالات. ودرهم وقاية خير من قنطار علاج، والأمر ينطبق كذلك على المواطن، لأن التحلي بروح المسؤولية من طرف المواطنين يتجلى كذلك في تفادي بعض السلوكات التي تساهم بدورها في انتشار العدوى. عن كثب إمام بوثلجة. بعد التأكد من حالات كورونا الموجودة في الجزائر، أضحى المواطن في حاجة إلى التخلي عن بعض العادات للوقاية من فيروس كورونا. عندنا بزاف حوايج اللي لازم نطبقوهم، من بينها حنايا اللي يجي يسلم عليك، واحد يكون اونغيمي يسلم عليك، واحد عنده انيغ باس يسلم عليك، واحد عنده اون انفيكسيون بوكال يسلم عليك. سبحان الله، قول لي واحد عنده ان بروبليم تاع لي زيو، اون انفيكسيون في عينيه يجي يسلم عليك. لا لا، قول لي بفمك السلام عليكم. ديجا هذه الفيفيتي من قبل كورونا ماهيش واش هي هذه المصافحه وال انا ما مويش في فيتي من قبل كورونا. يلا غالبا هذا الشعب تاعنا مش تهتمين. المصافحة والعناق وتبادل القبل عند التحية كلها يجب الإقلاع عنها تجنبا لانتشار الوباء. باتي فيتي المغرب لازم نقصوا التسلام، لازم نقصوا الخميس، لازم نقصوا نتلاقاو مع الغاشي، المصافحة بلايص اللي فيهم اجتماعات بزاف نيفيتيهم. نقول لهم مسألة وقاية، واش لازم يديروا؟ لازم يغسلوا يديهم، ها، ولازم واحد اللي يكون عنده واسمه الزكام ولا عنده اعراض واسمه كي يسعل مثلا ولا يعطس، ها، لازم يسعل في لوكرو دي كود داكور. تجنب المواطنين التجمعات والاماكن المكتظه والقاء التحيه عن بعد دون المصافحه قد يقينا خطر انتشار العدوى.
لضرورة أحكام، وعبر العالم خيم فيروس كورونا على مختلف مظاهر الحياة وانعكس التوجس منه على كل النشاطات والقطاعات. وتفاصيل مع فهد يحيى. أوروبا مريضة بوباء كورونا، حيث أصبحت الآن بؤرة لتفشي الفيروس، لكن البارز في هذا الوعي الراقي الذي يتمتع به الأوروبيون للوقاية من هذا الفيروس من خلال التجاوب الكبير مع إجراءات الحظر والحجر المتخذة من طرف السلطات. ففي فرنسا المحلات والمطاعم والمقاهي أغلقت وأغلب الشوارع الباريسية هجرت. أما إيطاليا وضعها لا يختلف عن فرنسا، جميع شوارع المدن المصابة بالفيروس خالية وسط تجاوب الإيطاليين مع إجراءات الحكومة للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا عند الحاجة. وفي الوقت الذي سجلت فيه المصالح الصحية الصينية انخفاضاً محسوساً في حالات الإصابة والوفيات في عدة مقاطعات، تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى تصاعد في الأرقام في عدة دول من العالم، لتكون الحصيلة الإجمالية وفاة أزيد من 5700 شخص وإصابة أكثر من 620 ألفاً في 139 دولة. بهدف تقييم منظومة التكوين والتعليم، ترأس السيد اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اليوم بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس برويبة بالناحية العسكرية الأولى، ترأس اجتماعا للإطارات المكلفين بالتكوين على مستوى الجيش الوطني الشعبي. حضر هذا الاجتماع كل من قائدي الناحية العسكرية الأولى، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، رؤساء أركان القوات وقادة مؤسسات التكوين العسكرية والمكلفين بالتكوين على مستوى القوات والمديريات والمصالح المركزية. رامي عامر. بعد مراسم الاستقبال، وقف السيد اللواء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة وقفة ترحم على روح الشهيد باجي مختار الذي تحمل المدرسة اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى روح أرواح الشهداء الأبرار. بعدها وبحضور طلبة المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، وفي كلمته التوجيهية أكد السيد اللواء على أهمية هذا الاجتماع السنوي التقييمي، مذكرا بالأهمية القصوى التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني للاستثمار المربح في منظومة التكوين، ولضرورة مواصلة نهج التقييم والتقييم والتكييف المستمر للبرامج التكوينية المسطرة. يجدر بي في البداية التعبير عن تمام سعادتي بهذا اللقاء الطيب الذي منحني فرصة لالتقاء بالطلبة والطالبات المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسة مهندس، وكذا التواصل مع مختلف طلبة ومتربسي المنظومة التكوينية للجيش الوطني الشعبي عبر تقنية التحاضر عن بعد. وأود التأكيد أمامكم بهذه المناسبة الكريمة على مدى حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في ظل توجيهات ودعم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على مواصلة الجهود الحثيثة الرامية إلى الاستثمار المربح في منظومة التعليم والتكوين للجيش الوطني الشعبي، وعلى ضرورة مواصلة نهج التقييم والتقويم والتكييف المستمر للبرامج التكوينية المسطرة والمناهج البيداغوجية المعتمدة. السيد اللواء أكد أن الهدف الأساسي المتوخى يتمثل في جعل المنظومة التكوينية للجيش الوطني الشعبي
بوتقة حقيقية تكفل الرفع المتواصل للكفاءات متعددة المستويات والتخصصات، حاثا الجميع أن يكونوا على وعي تام بمدى حيوية الرسالة التي يؤدونها في هذا المجال. وفي هذا الصدد أود التأكيد أن الجميع مطالبون شديد المطالبة بأن يكونوا على وعي تام بمدى أهمية الرسالة التي يؤدونها في هذا الحقل الحيوي الذي لا يمثل وسيلة لتلقين المعارف والعلوم بشتى فروعها فحسب، وإنما يجسد أيضا وبصفة أساسية ذلك الترابط بل التماسك بين مساعي المنظومة التكوينية ومساعي التحضير القتال. فالتكامل بين الجهدين واضح بل هو حتمي وضروري للغاية، وعليه فإننا نأمل أن تستثمر وتوظف المنظومة التكوينية لا سيما ونحن على أعتاب نهاية السنة الدراسية 2019-2020 تجاربها الثرية المكتسبة عبر السنين، وتوظفها بصورة تكفل من جهة المساهمة في إنجاح مساعينا في هذا المجال الهام، وتسمح من جهة أخرى برفع الدائم والفعال لجاهزية قوتنا المسلحة وجعلها على الدوام في غاية التيقظ والتحفز بل والاستعداد الدائم لتحمل مسؤوليتها وأداء واجبها وإنجاز المهام الدستورية الموكلة إليها في جميع الظروف والأحوال. السيد لواء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة ترأس اجتماعا ثانيا ضم رؤساء أركان قيادات القوات، قادة المدارس العسكرية والمكلفين بالتكوين على مستوى القوات والمديريات والمصالح المركزية. تابع خلاله عرضا شاملا حول التكوين بالجيش الوطني الشعبي قدمه رئيس مكتب التعليم العسكري، إضافة إلى عروض قادة المؤسسات التكوينية والمكلفين بالتكوين، ليصدي بعدها السيد اللواء جملة من التوجيهات والتوصيات حث فيها على ضرورة تركيز الجهود حول ما من شأنه توفير المورد البشري الكفء والنوعي المتسم بطابع المهنية والاحترافية والقادر على خوض غمار مهامه بكل الفعالية المرغوبة. خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيفي الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أوضح رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أن التعديل الدستوري المرتقب يقتضي مراجعة جميع القوانين العادية والعضوية بما فيها قانون الانتخابات، مؤكدا أن المجلس الدستوري سيستلم نسخة من مسودة الدستور عقب اطلاع رئيس الجمهورية عليها، وسيبدي المجلس مقترحاته بشأنها. فنيش أشار إلى أن مناقشة المشروع في البرلمان يشكل سانحة للمواطن للاطلاع على مضمونه قبل الاستفتاء. بالنسبة للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، أحسن ما فعل وفضل الطريقة الأولى لتعديل الدستور لأنها أكثر شفافية وأكثر نجاعة وتعبر بصدق عن إرادة الشعب. يبقى لي المادتين 7 و8 كنا تكلمنا فيهم. على كل حال، أولا عرض التعديل على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة جاء وفقا للمادة 208 من الدستور، لأن رئيس الجمهورية على كل حال حريص على احترام الدستور باعتباره حامي الدستور. ثانيا، رئيس الجمهورية على كل حال حسب اعتقادي أنا يهدف من وراء عرض التعديل على غرفات البرلمان والبث المباشر للنقاش على شاشات التلفزيون، هدفه توسيع النقاش العام حول وثيقة الدستور واطلاع أغلبية المواطنين على المحاور الأساسية للتعديل الدستوري، وهو زيادة في الشفافية والديمقراطية في تبني الدستور الجديد الذي هو القانون الأسمى للدولة.
افتتحت ببلدية متليلي شعامبة بولاية غردايا أشغال الجمعية العامة لمؤسسة شعامبة للتأهيل والتنمية، وهذا بحضور رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي وكذا ممثلو أعيان ولايات الجنوب. في المناسبة قام شرفي بجولة في قصر بني يزغن كما زار مكتبته الشهيرة والتقى أعيان بني مزاب. للشعب الجزائري كانت تنادي ببناء دولة الحق والقانون، فدولة الحق والقانون إذن أساسها الوفاق الوطني بما تحمله هذه الكلمة من معاني تطرق عليها كل المتدخلين كل من زاوية منظوره. هذا الجمع الكريم المبني على الأخوة ويبشر لأن ناويين نخلق جائزة إن شاء الله باسم السلطة الوطنية سموها جائزة الأخوة الجزائرية. نلتقي مرة أخرى في ظل جزائر انتصرت على أعدائها فاختارت قيادة تعهدت أن يكون عملها السياسي مستمداً من مبادئ ثورة نوفمبر كمرجع ثابت لكل السياسات المنتهجة والمتطلعة إلى تحقيق إرادة الشعب وبناء دولة الحق والقانون. ضع اليد في اليد لمواصلة المسيرة، واجبنا أن نحمي جزائرنا الحبيبة بعملنا بجدنا بوحدتنا بالمشاركة في هذه الأحداث المتعاقبة والمتتالية. كما نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلوبنا وبكفضرة إلى هذه الحكومة الجديدة التي تأسست لتكون جزائر جديدة، نسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق. أمين. اللهم وفقهم، اللهم وفقهم، أرشدهم إلى ما في صلاح الجزائر وإلى ما في رقيها. يستقطب المركز الصحي بولاد فارس يوميا عشرات المرضى وذلك لما يوفره من خدمات. المركز هو الذي أنشئ بهدف تخفيف الضغط على المستشفى المركزي بشلف، يضم 13 تخصصا. نتعرف أكثر على هذا المركز في هذا الروبورتاج لقدر جوابي. العشرة من المرضى يتوافدون يوميا على المركز الصحي بشلف وذلك لما يتوفر عليه من تخصصات متعددة مما شكل ضغطا على المؤسسة، ورغم ذلك يضمن الأطباء المختصون فحوصات للجميع. سيد أنا وحدي عندي 6000 مريض إيجاري، عندي 6000 دوسي، أنا من مرض سي افيك دي دوسي اي دي كونترول. Tout dépend la cible malade tous les trois mois ou là tous les mois la cible la cible ta aqida ta al marad ta'o fahmni kayen des malades nchoufhom tous les mois kayen les malades nchoufhom kol 3 shahr ou le malade donc pour faire un bon suivi lazem ykoun le nombre chouya réduit ana je vois des fois tel 50 malades par jour la andi des sam khatar ndi hna wa mouadi وفتحوا جديد وقايمين بالناس على كل حال وقايمين بخدمتهم. الا ان هذا الشعب يروح واحد انا مريض نديروا قاعدين اربع نوقف هنا خمس سوايع نوقف هنا برا ما عندناش وين نريحوا. تشلف كاين شويه ضغط على طب العيون حيت كاين بزاف مرضى، كاين بزاف مرضى الحمد لله حنا نديروا بالمقدور تاعنا بالامكانيات تاعنا. المركز الصحي بولاد فارس الذي دشن حديثا جاء بهدف تخفيف الضغط على المستشفى المركزي بالولايه. طبعا لحد الآن هناك 13 اختصاص، هذه كمرحلة أولى. طبعا هناك تدفق كبير للمرضى على هذه العيادة منذ فتحها بحيث نستقبل يوميا ما يقارب 400 إلى 500 مريض يوميا في مختلف التخصصات. هو نموذج لمؤسسة صحية تعميمها على المناطق الأخرى سيقلل من معاناة المرضى وتنقلاتهم من مركز لآخر. في عالم الرياضة، نظمت أمس مديرية الشباب والرياضة بولاية عين الدفلة البطولة الوطنية لسباق نصف الماراثون بمشاركة عدائين من مختلف ولايات البلاد، والتفاصيل مع وليد غريبية. أكثر من 500 متسابق ومتسابقة كانوا في الموعد عند خط الانطلاق من أمام مركز التسلية لولاية عين الدفلة للمشاركة في البطولة الوطنية لسباق نصف الماراثون.
نظمنا هذا النصف الماراثون الوطني طبعا ثانية على مستوى ولاية عين دفلة، اللي كان نقدر نقول عليه باللي كان ناجح بامتياز. لم ندخر أي جهد على مستوى الولاية من إمكانيات لإنجاح هذه التظاهرة. سباق اتسم بالندية والتنافس بين المتسابقين، وعادت فيه الغلبة عند الرجال للعداء معمر بن قريبة من نادي سيرا نونو بالعاصمة، مرفوقا بالهادي الأعمش من مركز تدريب المنتخبات العسكرية، فيما فازت عند السيدات العداء ريهام سيناني من فريق الحماية المدنية. السباق كان تكتيكي، وين قدرنا وسينا السباق على حساب الريتم ديالنا، والحمد لله يا ربي فزت انا والصديق عمار بن قريبه الغني عن التعريف. فزت بالسباق، عرفت كيف نسيطر على السباق من البدايه. السباق كان في المستوى مع عداءات الحمايه المدنيه وكذلك عداءات المنتخب الوطني. السباق يعد محطه هامه قبل البطوله العالميه للماراثون التحضيريه لدوره الالعاب الاولمبيه المقبله بطوكيو. بهذا ناتي الى ختام نشرتي الخامسه، وهذا تذكير بابرز ما جاء فيها. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4 حالات، وعدد الإصابات المؤكدة إلى 48، والوزير الأول يدعو إلى مزيد من الحيطة والوقاية، ويعلن رصد 4000 ملايير سنتيم للنفقات المستعجلة لمواجهة الوباء. الوزير الأول يكشف أنه في حالة تفشي فيروس كورونا وانتقاله إلى المرحلة الثانية والثالثة من الخطورة، سيتم إقامة حواجز على مثلث العاصمة البليدة وبوفاريك. ووسط إجراءات احترازية تقيها من العدوى، الأطقم الطبية مجندة للتكفل بالمصابين بالفيروس. اللواء سعيد شنقريحة يترأس الاجتماع السنوي لإطارات منظومة التكوين بالجيش الوطني الشعبي بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس برويبة، ويؤكد ضرورة مواصلة التقييم والتقويم للبرامج التكوينية المسطرة. لمن فاتتهم مواعيدنا الإخبارية يمكنهم الاطلاع عليها عبر روابطنا في مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا على المتابعة، ومتابعة طيبة لبقية برامجنا. إلى اللقاء. We'll be right back.